خلينا الاول بس هبدا بنوع مكرونه حلوه قوي الولاد بيحبوه قوي عشان هو فيه دايما اجبان. النوع ده سريع وينفع ياخدوه معاهم المدرسه، يعني هو من الحاجات اللي بتقعد لما بيبقى طعمها حلو يقدروا ياخدوها غير الحاجات اللي بصلصه وكده. فخلينا نقول مكرونه ماك اند تشيز، عايزين تحطوا فيها شويه خضار، خضار زي مثلا الحاجات اللي هي بتاعت شهره زاد، البسله والجزر والحاجات دي، ممكن مثلا نعمل فيها كده. لكن المقادير معانا مثلا مكرونه مسلوقه، اي نوع وشكل مكرونه بيحبوه الاطفال وعاده بيحبوا الشكل ده قوي. عندنا بقى الصوص ايه؟ عندنا 200 ل 300 جرام من الجبنه الشيدر المبشوره. طبعا نقدر نستخدم بواقي الجبن بتاعتنا اللي موجوده من الاجبان اللي ضربناها في الكبه وشلناها في الفريزر، وجبنه موتزاريلا طبعا عشان تدي المطه الحلوه دي. وعندنا حوالي 2 كوباية من اللبن، وممكن نضيف 2 كوباية لبن و2 كوباية كريمه او 1 كوباية و1 كوباية كريمه براحتكم، 2 كبار من الزبده، 2 كبار من الدقيق عشان بس يدي سكنس كده والتخانه شويه للصوص ده. طبعا ملح وفلفل، ما تنسوش الملح والفلفل يا ولاد. عندنا كمان بابريكا وتوم باودر، وعندنا بصل باودر، وعندنا لو في حبوب الخردل اللي هي المستردة، وممكن نحط مكانها يعني ربع معلقة صغيرة من المستردة، ماشي، نص معلقة صغيرة من الجبنة الباودر. دي بتتباع على فكرة في الأجبان، دي بتتباع عند العطار اللي هي الأطعمة بتاعة الأجبان، يعني أطعمة الأجبان. وملح طبعا، وللتزيين عندنا ريحان أو بقدونس زي ما يحبوا الولاد، زي ما أنتوا عاوزين. أنا سخنت الحلة هنا وسلقت المكرونة، طبعا أول حاجة عملتها لأنه سلق المكرونة مهم، نقدر يعني تتسلق وتقعد معانا لتاني يوم على مدار يومين في التلاجة، مفيش مشكلة. كل لو أنا عايزة أسخنها هاخدها بس على حله فيها شويه ميه ومصفه والبخار يسخنها يرجعها فريش، وهكذا بسخن المحشي، وهكذا بسخن اي حاجه ليها علاقه بالحاجات اللي مش عايزه احرقها على نار او اسخنها في طاسه. طيب هنبدا اول حاجه، هاخد الصوص بقى. اول حاجه هاخد الزبده والدقيق. انتوا حاطين الدقيق فين يا حبايبي؟ انا هاخد من دي يا عموم. ماشي، انا هاخد منه، هو ما اتحطش بس ماشي خلاص، هحط هنا كده، وهاخد معلقه خشب. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنزل كده معلقه الزبده، وخليني احط معاها بسرعه 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 نقطه زيت عشان تمنع احتراق الزبده. خلاص، وبعدين هبدا انزل عليها معلقتين من الدقيق كده، تشويحه كده سريعه هنا، وبعدين هضيف اللبن، واقدر ازود اللبن واقدر ازود كريمه زي ما احنا عاوزين. بسم الله الرحمن الرحيم، وخليني ازود شويه، هجيب شويه من اللبن، وهجيب ويسك. ممكن اضيف كده، خليني اضيف هنا اللبن، ازود شويه عشان انا احط اجبان وتبقى هي جوسي وحلوه جميله بالنسبه له. بسم الله، يبقى كده انا حطيت 4 كوبايات. حاضر، 4 كوبايات من اللبن. هاخد الويسك بس الرابر عشان ما اجرحش الحله. بسم الله الرحمن الرحيم، وانا شغاله كده. انا عايزاها طبعا الاجبان دي او الصوص ده يمسك على المكرونه. هحط بقى هنا رشه ملح وفلفل بسيطه قوي كده كده. معانا تليفون من حد عزيز عليا جدا، والحقيقه انا عايزه اشكر كل الكرو بتاع البرنامج. احنا يمكن امبارح ما طلعناش، كان في حديث للريس وطبعا كان مهم ان احنا نسمعه، لكن كان للاسف من سوء حظي ان انا يعني كان نفسي تشاركونا اللحظات الحلوه دي امبارح، بجد يعني عاملين مفاجاه جميله جدا بمناسبه عيد ميلادي، وكان في مفاجاه احلى واجمل بالنسبه لي الحقيقه، ان انا شفت حد من الشخصيات العزيزه عليا فاجئتني وكانت موجوده معانا هنا، وقعدوا عملوا يعني حاجات كتير جدا، لان انا ما حسيتش باي حاجه فعلا غير وانا داخله الاوضه وهم حاطين التورته ومطملين النور وبيبداوا يحتفلوا بعيد ميلادي، ولقيت في وشي حد هتسمعوا صوته دلوقتي حالا، هقول صباح الفل. صباح الهنا، صباح الورد. حبيبه قلبي، يا رب خليكي ليا وما يحرمني منك. والله ولا منك يا حبيبتي، انا كان اسعد يوم في حياتي امبارح والله عظيمه. انا مش قادره اقول لك فعلا، اليوم برضو يوم خطوبه اسلام،
انتوا الاثنين بجد والله يا عزيمه ولادي ولادي والله حبيبتي. يا حبيبتي حبيبتي والله دي شهاده على راسي. طيبه حبيبه قلبي. انتي طيبه يا روح. وهي قلبي. فعلا انا الاول بشكر شيرين حبيبتي وروان استاذ احمد الغالي ربنا يبارك له يا رب ويبارك له في زوجته الجميله. بجد هو يعني احنا شاركنا بعض في الموضوع ده ودي كانت حاجه بسيطه لحبيبتنا واختنا وبنتنا الغاليه عزيمه حبيبه عمري. والله يا حبيبتي انت ما تعرفي غلاوتك عندي ايه. والله انا عرفت امبارح والله والله يعني شفت يعني انا بصراحه مش قادره اقول لك احساسي كان ايه بس بجد ربنا يسعدك ويسعد كل مين كان موجود ادخل عليا السعاده امبارح ربنا يخليكي حبيبتي بس. انت دي حاجه بسيطه زي ما بتسعدينا وبتدينا كل اللي عندك ربنا يسعدك ودي حاجه بسيطه قوي حبيبتي. من اللي قدرنا نعملها والله وبشكر كل الكرو اللي كان موجود بجد كلهم بيحبوك يا عزيزتي حبيبه قلبي ربنا يخليكوا ليا كلكم وعايزه بس من خلال برنامجك لاني انا ما قدرتش اقول لهم كل سنه وانتم طيبين اختي وحبيبتي الغاليه ام جوزيف يا حبيبه قلبي ومدام ثريا كان عيد ميلادهم يا يوم روح. كتب الاسلام يوم 24 فبصراحه ما كانش عندي الوقت خالص والله وده النهارده بقول لهم كل سنه وانتم طيبين والعمر كله ليكوا يا رب ودايما معانا ومع أمين. بعض انت بجد جمعتي الناس كلها وجمعتينا فعلا يا عظيمه يا حبيبتي يعني اقول لك ايه بوكيه ورد جميل وانت احلى ورده فيه وانا جالي احلى بوكيه ورد امبارح وجالي مش هقول لكم بقى انا جالي هدايا ازاي بقى بس عايزه اقول ربنا بجد يخليهم ليا كلهم شيرين كرم واحمد مطاوع وسالي وام اسلام حبيبتي اللي جت نورتني ومايا وعمر جم وشفتهم امبارح وكنت سعيده بيهم وانا يعني وعد ان شاء الله هنزل صور النهارده على الصفحه عشان حضراتكم تشاركونا وتعرفوا احنا يعني احتفلنا وكانت بجد المفاجاه جميله وزي ما هما بيحبوني انا بحب حضراتكم عايزاكم تشاركونا اللحظات الحلوه كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي وانت بالف صحه وسلامه وسعاده يا روح قلبي سلامي للاستاذ حسام اخوك الغالي يا رب يخليك يا رب يتم على خير أمين. زوجك الغالي أمين. اولادك حبايبي الغاليين ربنا يخليهم واقول ياسين ميرسي يا ياسين على الزغروطه الحلوه يا روح قلبي لي يا يوم اسلام عقبال يا رب ما اقفلك كده يا رب يوم فرحه يا رب يا حبيبتي وانت بصحه وعافيه وسعاده يا رب وانا سعيده جدا والله بشيرين وروان واستاذ احمد حبايبي كل الكرو والله لا روان عملت شغل عالي وعملوا من ورايا يعني خطط عملوا والله. خطط كلهم روان طلعوا مش سهلين العيال دي والله بس حبايبي ربنا يخليهم يا رب امين ربنا يخليكم تسلميني يا عمري في حفظ الله مع الف سلامه حبيبه قلبي نورتينا وشرفتينا بصوا بقى المكروني بصوا امبارح لازم ابقى انزل لكم النهارده في فيديو يا رب يكون يعني معانا روان الحقيقه صورت لحظات حاسمه جدا في حياتي امبارح فانا ان شاء الله هنزله عشان تشوفوا الوقت ده كان يعني مر علينا ازاي واحنا في القناه اي نعم كان في ناس برضو عزاز علينا ما كانوش موجودين للامانه يعني بس ان شاء الله يعني يشاركونا في اللحظات الحلوه دي بسم الله بصوا بقى بصوا بيحبوا قوي هما بقى الحاجات اللي فيها دي اولا طبعا عايزه اقول لمدام ثريا كل سنه وانتي طيبه وعقبال مليون سنه حبيبه قلبي وبشكرك على اتصالك بيا مخصوص من استراليا ومعايدتك ليا وبشكر ام جوزيف حبيبتي لانها برضو الحقيقه اتصلت بيا كذا مره وانا اقول الو 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 يا ست الكل اهلا 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 يا حبيبه قلبي يا حبيبتي يا شوف عظيم ربنا يخليكي كل سنه وانت طيبه وانت بصحه وعافيه يا روح قلبي يا رب يخليكوا ليا وانتوا معايا دايما بصحه وعافيه خلي بالك بين انت 22 وانا 24 يا نور عينيا يا نور عينيا انت والله يا رب العمر كله ليك والسعاده ليكوا كلكم ولكل المستمعين يا رب انا بحب شهر 9 عشان انت بس معايا يا عمري يا حبيبه قلبي ربنا يخليكي ليا يا ام جوزيف انا بشكرك طبعا وبشكر ام اسلام عمري حبيبتي ربنا يخليها وكان نفسي اكون معاها امبارح في المفاجاه اللي عملتها لك امبارح بقى مفاجاه رائعه حبيبتي حبايبي والله انتوا موجودين بمحبتكم في قلبي والله ربنا اللي يعلم ربنا ما يحرمنا منك يا عمري بجد بصي يا شوف عظيم انا عملت جبت النهارده كيلو ليمون وعايزه اعمله معصفر الميه تغلي ولا احطه في الميه فيه بارده لا اعمله سلق انت عايزه تعمليه عايزه سريع؟ اه عايزاه سريع سريع يبقى هنديله ممكن ينزل في ميه مغليه ونرفعه بس ما تغليهوش كتير خمس دقايق يعني كده اقل يعني ميه تكون بتغلي وننزله خمس دقايق ونشيل نرفع على طول في ميه ساقعه الميه بتاعته استعملها برده معاه الميه لا بصي بقى
ممكن ناخد كبشة واحدة من المية، عشان دي برضو من النصايح الحلوة اللي احنا خدناها بصراحة في فقرة هتنزل لكم ان شاء الله من محلات المخللات. فممكن ناخد كبشة واحدة من المية بتاعت الليمون. طب بالنسبه للنصيحه اللي انت بتديها لنا يا شيف عظيمه، انا ممكن تقوليها عشان انا ما بشوفش حلو مثلا، ممكن تقوليها اسمعها لو في نصيحه ما تقولهاش كل حاجه. عينيا عينيا ليك، عينيا ليك يا ام جوزيف حبيبتي، تسلمي لي وكل سنه وانت طيبه وبصحه وعافيه حبيبتي. طيبه يا عمري، ربنا يخليكي يا عمري. متشكره جدا، في حفظ الله، مع الف سلامه حبيبه قلبي. متشكره جدا جدا الحقيقه. بصوا بقى المكروني دي الولاد بيحبوها قوي، ممكن ياخدوها معاها شويه ناجتس في اللانش بوكس ويدوها، وبتبقى وصفة لطيفة. عايزين بقى تحطوها في بايركس وتدوها هي الأجبان من فوق وتدخل فرن وتطلع، برضه هتبقى لطيفة. أنا هستسمح حضرتك، هنطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نعمل مع بعض لانشون اللحمة ونشوف كده هنعمله ازاي بطريقة سريعة. مستنية حضراتكم.